النهاردة يا جماعة عندنا رز وملوخية وعيش. اتفضلي، عايزاكي تاكليلي الرز والملوخية. اتفضلي. برافو، انا هقلدك اهو. اوكي تمام. اوكي هنغرف الرز والملوخية. اوكي تغريف الرز والملوخية. اوكي قلت الرز والملوخية. اوكي يبقى ايه؟ الرز الاول. اكزاكتلي اكزاكتلي. اوكي ايوه هتغرفي الرز كده ويشرشر بقى، ما تقدمي الطبق قوي قوي. اوكي حلو تمام صح كده، يبقى يبقى الطبق بيروح للحاجة اللي هنغرف منها. حلو قوي. اوكي بعدين الملوخية بقى. هتحطي المعلقة على المفرش. لا و... مش هحطها على المفرش. تحطهاش على المفرش. اوكي حطها كده خلاص. أوكي. خلاص تمام تمام يلا حلو. أوكي. ملوخية. أوكي. ها. انا عايزاكي او هي دي ممكن ما تبقاش، بس انا عايزاكي تاكلي الرز على الملوخية. على الملوخية. اوكي متفقنا. تمام زي الفل. هنرجع دي بقى فين؟ هنحطها كده برضه. اوكي حلو قوي خلاص ماشي. حلو قوي سيبها كده خلاص. قولي لي بقى الرز والملوخيه هتاكليه بايه؟ بالشوكه. برافو. وايه؟ بالسكينه. برافو. في ثلاث طرق للاكل. اوكي ها وريني اول طريقه اللي هي كده صح. أوكي. تمام زي الفل. تاني طريقه مش كده. اوكي اتس اوكي. لا ما هي دي نفس. طب لو هتاكلي بالشوكه بس، يعني لو هتحط السكينه، اولا هتحط السكينه فين؟ لا هتحط السكينه فين لو انا هاكل بالشوكه بس؟ ما هو انا هسخنها. لو انا عايزه اكل يا جماعه بالشوكه بس. أوكي. احط السكينه هنا. أوكي. تمام. أوكي. حلو كده. واقلب بقى الشوكه الناحيه الثانيه، انت ليه هتعذبي نفسك؟ اوكي اللي بيها الناحيه الثانيه في ايدك الثانيه. اوكي اوكي يا جماعه. أوكي. وتاكلي عادي جدا. اوكي الطريقة التالتة يا جماعة يعني ممكن اوريها لكم، بس يعني مش اساسية قوي ان انا لو عندي. يعني بصوا يا جماعة خليكم معايا عشان نبقى مع بعض. أوكي. اول طريقة لاكل الرز والملوخية او اي حاجة الطريقة دي اللي انت اكلتيها بيها. اوكي تاني طريقة لو انا عايزة اقلب الشوكة بحط السكينة هنا وبعمل كده اهو وباكل. تالت طريقة لاكل الرز لو عايزين ملوخية ممكن بنعمل كده وبناكله كده. دي طريقة تالتة. أوكي. تمام حلو قوي معقول جدا. اوكي هنشيل ده بقى كده. حلو اوكي وهناكل الملوخيه بالايه؟ بالعيش. اتفضلي. اوكي حلو قوي تمام. ممكن او ممكن تحطيها كده حتى لو عايزه. تمام اوكي بالعيش بقى. بالعيش. اوكي برافو. ها بعدين نقطه نحط العيش. حلو كلها بالمعلقه. ايوه اوكي ممكن اكل الملوخيه بالمعلقه. اكل كده كده احط العيش بالظبط. هديكي والله يعني مش وحشه، هديكي 7 من 10. أوكي. هديكي 7 من 10. أوكي. برافو والله. أكلة بسيطة جدا يا جماعة أرجوكم، مفيش حاجة بالإيد، مفيش حاجة بالإيد، في حاجة اسمها شوكة، في حاجة اسمها سكينة، في حاجة اسمها معلقة، في حاجة اسمها مغارف أكل.